ينضم إلينا من خان يونس يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك يوسف. نبدأ بالمدينة الجنوبية التي تعرضت لقصف عنيف خلال الساعات الماضية. نعم، في مدينة رفح محمد لا زالت العملية البرية الإسرائيلية متواصلة وتتسع رقعتها الجغرافية مع تقدم الآليات الإسرائيلية باتجاه الغرب وتعمقها باتجاه أيضا منطقة وسط المدينة. الآليات الإسرائيلية التي تمركزت في الأيام الأخيرة عند تلة زعرب تقدمت قليلا باتجاه الغرب وتوجهت نحو الشمال، تحديدا عندما يعرف بشارع البحر، وهناك خاضت المقاومة الفلسطينية اشتباكات مع جنود الاحتلال والآليات التي تقدمت باتجاه ما يعرف بدوار زعرب غرب مدينة رفح. إضافة إلى أن هذه الآليات قصفت بعدد من القذائف حيي السعودي وتل السلطان غرب مدينة رفح، حيث أشارت بعض المصادر في الدفاع المدني بأن كثافة النيران تحول دون وصول طواقمها إلى عمق حيي السلطان والسعودي بسبب المدفعية الإسرائيلية التي تسيطر ناريا على منطقة تل السلطان والحي السعودي، نظرا لأن تلة زعرب هي المنطقة الجغرافية الأعلى في المدينة. إضافة إلى ذلك ما زالت تسمع أصوات الانفجارات في المناطق الشرقية من مدينة رفح وتحديدا حيي السلام وحي جنينة، إضافة إلى منطقة التنور التي تشهد منذ عدة أيام اشتباكات ضارية ما بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال، حيث أعلنت المقاومة هناك في أكثر من بيان مسؤوليتها عن استهداف الجنود بشكل مباشر، إما من خلال الكمائن المعدة مسبقا أو من خلال القذائف التي توجهها نحو الآليات والتحصينات التي يتمركز فيها الجيش الإسرائيلي. مدير مشفى أبو يوسف النجار أشار صبيحة هذا اليوم إلى أن المشافي الخمسة في مدينة رفح خرجت عن الخدمة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتلاحقة، ولأن الآليات باتت تحاصر عددا من مشافي المدينة ولصعوبة وصول سيارات الإسعاف إلى هناك للدرجة التي بلغت فيها الاستهدافات المباشرة لطواقم الإسعاف كما جرى قبل أيام مع جمعية الهلال الأحمر حينما ارتقى 2 من الشهداء. في المحافظة الوسطى وتحديدا في مخيم البريج استهدف طيران الحرب الإسرائيلي الليلة الماضية منزلين، أحد هذه المنازل في المنطقة الغربية من المخيم، وهذا القصف أسفر عن إصابة طفلة في المنزل المجاور للمنزل الذي استهدف بشكل مباشر، بينما في بلوك 4 في مخيم البريج استهدفت الطائرات الحربية منزلا يعج بالنازحين، ووفق معلومات يعني خاصة تشير إلى وجود قرابة 50 شخص في هذا المنزل، لكن ربما هي العناية الإلهية لم ينفجر هذا الصاروخ الذي أطلق باتجاه المنزل، وإلا كنا أمام مجزرة جديدة ترتكب بحق المدنيين والنازحين في المحافظة الوسطى. في محافظة غزة استشهدت الزميلة الصحفية علا الدحدوح بعد استهداف منزلها في منطقة شارع الجلاء وتحديدا بالقرب من عمارة الزهرنة، وقد جرى نقل جثمانها وآخرين نحو مشفى الأهلي المعمداني شرق مدينة غزة. في المحافظة الشمالية تستمر عمليات البحث تحت الركام والأنقاض عن جثامين الشهداء بعد انتهاء العملية العسكرية التي استمرت قرابة 20 يوما في مخيم جباليا، حيث أعلن الدفاع المدني عن أنه حتى هذه اللحظة تمكن من انتشال ما يزيد عن 70 جثمانا لشهداء تحلل بعضهم تحت الأنقاض، لكن قلة الإمكانات تحول دون انتهاء هذه المهمة سريعا، أيضا لأن حجم الدمار أكبر بكثير من كل قدرات جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة. في أقصى الشمال الشرقي وتحديدا في بلدة بيت حانون، حيث أعلنت المقاومة الفلسطينية الليلة الماضية مسؤوليتها عن إصابة جنديين قنصا وبشكل مباشر، وقالت إنها تمكنت من قتل الجنديين، لكن هذه البلدة فجر هذا اليوم أيضا تعرضت لقصف عنيف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. نعم، فيما يتعلق بجباليا وتكشف حجم الدمار الذي خلفه هذا التوغل البري للاحتلال خلال الأسابيع الماضية، إلى أي مدى وصل التدمير في البنية التحتية في المناطق الحيوية كذلك أيضا بين صفوف سكان هذا
المخيم، أنت تتحدث عن 70 جثمانا حتى الآن، هل هذه الأرقام مرشحة للازدياد يوسف؟ بالتأكيد محمد، وبكل أسف أن هذه الأرقام مرشحة للازدياد، لأننا نتحدث عن 70 جثمانا في الساعات 24 الأخيرة التي أعقبت الانسحاب الإسرائيلي، لكن ما زال هناك العشرات من المفقودين الذين تبحث العوائل عن بقاياهم تحت الأنقاض، نظرا لأن هناك منازل سويت بالأرض على رؤوس ساكنيها. من 70 شهيد جرى انتشال جثمينهم بالأمس، 30 من عائلة عسلية، عائلة واحدة، ونحن نتحدث عن عشرات العوائل التي جرى استهدافها. أيضا لابد من الإشارة إلى أن حجم الدمار الذي طال مخيم جباليا لم يقتصر على البنية التحتية، وإنما دمرت البنية التحتية بشكل كامل في جباليا. تقريبا معظم المربعات السكنية والأحياء السكنية في جباليا جرى تدميرها إما كليا أو دمار جزئي بليغ جعلها غير صالحة للسكن، وهنا أتحدث عن مختلف مناطق جباليا من الشرق إلى الغرب وصولا إلى الجنوب والشمال حيث امتدت هذه العملية البرية. أيضا الملاحظ خلال العملية التي شهدتها جباليا أن الاحتلال تعمد تدمير كل المؤسسات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونوروا، هو دمر وأحرق مدارس الأونوروا، وبالمناسبة مخيم جباليا هو المكان الأكثر اكتظاظا سكانا في العالم قبل هذه الحرب. نحن نتحدث عن مساحة لا تتجاوز كيلو متر مربع وبضع الأمتار يقطنه قرابة 120 ألف لاجئ فلسطيني. دمرت عيادة الأونوروا، السوق الشعبي في مخيم جباليا دمر بشكل كلي، لذا نستطيع القول إن أكثر من 80% من مخيم جباليا جرى تدميره على مدار 20 يوما عاثت فيها القوات الإسرائيلية خرابا وتدميرا في هذا المخيم، في إطار ما يسميه الفلسطينيون حرب الإبادة، بعيدا عن كل الذرائع التي يسوقها الاحتلال والمتعلقة بالبنى التحتية للمقاومة، بدلالة أن كثير من الجثامين التي جرى انتشالها بالأمس هي لأطفال لا تتجاوز أعمارهم العام والعامين، وهؤلاء دون أدنى شك لا علاقة لهم لا بفصائل المقاومة ولا بالبنى التحتية لهذه الفصائل في جباليا وغيرها من المناطق التي تعرضت للاجتياح منذ بدء العدوان على غزة. نعم، فيما يتعلق بحديث مدير مستشفى أبو يوسف النجار الذي قال بأن هناك 5 مستشفيات رئيسية في رفح الفلسطينية قد خرجت عن الخدمة، ما هي البدائل يوسف للجرحى في ظل هذا التوغل المستمر لقوات الاحتلال في هذه المدينة المكتظة بالسكان أو حتى من نزحوا إليها خلال الأشهر الماضية؟ هي بدائل ترقيعية إذا ما صح التعبير، لا تكفي للتعامل مع هذا العدد الكبير من الجرحى، لأن مدير مشفى أبو يوسف النجار قال إننا تقريبا يوميا نحصي 20 شهيد ممن يصلوا إلى مشافي جنوب القطاع، وآخرون تعجز سيارات الإسعاف من الوصول إليهم. البدائل نتحدث عن مشافي ميدانية متواضعة الآن في جنوب قطاع غزة الذي يتواجد فيه أكثر من 1 مليون فلسطيني نزحوا مؤخرا من مدينة رفح صوب مدينة خان يونس. لا يوجد في رفح أي مشفى، أبو يوسف النجار هذه المشفى الرئيس في الشرق أغلقت منذ اليوم الأول لبدء العملية البرية، ومن ثم تبعها إغلاق المشفى الكويتي والمشفى الأندونيسي الميداني وعيادة تل السلطان وعيادة أيضا الإمارات التي كانت مخصصة لحالات الولادة في المنطقة الغربية. كل هذه المشافي خرجت عن الخدمة، الآن جرح المناطق الجنوبية والشهداء ينقلوا إما للمشفى الميداني الأمريكي غربة مدينة رفح، والمشفى الميداني الإماراتي في منطقة الحي الإداري حوصرت ولا يستطيع أحد الوصول إليها ولا حتى سيارات الإسعاف، هي فقط اليوم تقدم خدمات للمرضى الموجودين بداخل أقسام هذه المشفى. وبالمناسبة أيضا هذه المشفى أقيمت في ملعب مدينة رفح البلدي، المرضى نقلوا من الخيام التي أقيمت في أرضية الملعب إلى غرف أسفل المدرجات لأن الشظايا تصل إلى هذه الخيام وهي ليست آمنة، لذلك ينقل الجرحى اليوم إلى مستشفى غزة الأوروبي وإلى هذه المشفى التي نقف أمامها، المشفى أو مشفى ناصر، وهي مشفى يعاد تأهيلها جزئيا، بمعنى أنه لا توجد غرف عمليات في هذه المشفى ولا توجد غرف عناية مكثفة للتعامل مع الحالات الخطيرة، فقط مشفى غزة الأوروبي جنوب شرق مدينة خان يونس هي التي تستقبل الحالات الخطيرة ولديها قدرة محدودة أيضا وعدد أسرة محدود في غرف العناية المكثفة عفوا،
لذلك الواقع الصحي متدهور، إضافة إلى ذلك أزمة إغلاق معبر رفح وعدم السماح بسفر المرضى الذين يحتاجون علاجا في الخارج، كل ذلك يفاقم الوضع الصحي. المنظومة الصحية تقول أن 20,000 من الجرحى والمرضى بحاجة إلى السفر نحو مشافي الخارج، فقط 4,000 منهم تمكنوا من السفر منذ بدء هذه الحرب. لذلك الواقع الصحي برمته معقد، لا يسمح منذ فترة طويلة، خاصة يوسف أن هناك معظم المشافي في قطاع غزة قد تعرضت للاستهداف المباشر أو الجزئي أو حتى للتخريب والحرق، كما حدث في المستشفى الإندونيسي من قبل قوات الاحتلال التي اقتحمتها لمرتين مختلفتين في وقت سابق. فيما يتعلق ببيان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة والذي تحدث بشكل واضح بأن هناك نقص شديد في إمدادات الخبز داخل القطاع نتيجة لأن هناك 98% من المخابز قد توقفت نتيجة لنقص غاز الطهي، كذلك أيضا تحدث عن عدم قدرة الآبار عن العمل نتيجة لنفاد الوقود. كيف يتعامل الناس مع هكذا موقف يوسف في ظل هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة؟ نعم محمد، حينما نتحدث عن أزمة الغاز يعني لابد من الإشارة لأنه منذ أن أغلق معبر رفح البري لم تدخل إلى قطاع غزة أي كيلوغرام من هذه المادة التي يحتاجها كل مواطن. الاعتماد الرئيسي اليوم على الحطب وهو بالكاد متوفر ربما من بقايا المنازل التي دمرت، هكذا يحصل اليوم الفلسطينيون على الأخشاب. لكن الأزمة في المخابز التي توقفت عن العمل لأنها افتقدت تماما إلى الغاز، إضافة إلى ذلك عدم السماح بدخول الوقود وتحديدا السولار، هذا يعني أن مضخات المياه وأبار المياه ستتوقف عن العمل. التقدم البري باتجاه غرب مدينة رفح يخرج شركة إيتا التي كانت تغذي المنطقة الجنوبية بالمياه الصالحة للشرب بقدرة إنتاجية تصل إلى 3,700,000 لتر مياه صالحة للشرب يوميا. هذه المحطة لم تعد قادرة على إنتاج أي لتر مياه لأن الآليات الإسرائيلية باتت تستهدف محيط هذه المحطة بالقذائف الصاروخية. لكن إذا ما تحدثنا عن شمال القطاع بمحافظتيه الشمالية ومحافظة غزة، نتحدث عن عودة شبح المجاعة بشكل حقيقي هناك. منذ أكثر من شهر لم تدخل أي شاحنة من المساعدات، الأسعار للأشياء التي بالكاد تتوفر أيضا عادت لترتفع بشكل جنوني وغير مقبول في شمال قطاع غزة. لذلك هناك نقص حاد بالمستلزمات والسلع الأساسية. الأونروا أشارت إلى أن 90% في شمال قطاع غزة يعانون أمراضا مختلفة و100% منهم يعانون نقصا في التغذية، سوء تغذية لدى الأطفال في شمال القطاع لأن هناك نقصا حادا بكل المستلزمات خاصة تلك التي يحتاجها الأطفال في مرحلة البناء.